نتحدث اليوم عن تصريح من قبل أحد المسؤولين الإيرانيين تحدث فيه عن توسيع دائرة التحالفات الإيرانية في اليمن، بمعنى أنه هناك أهداف يعني ربما تتجاوزها إيران في بلادنا، تتجاوز الميليشيات الحوثية إلى أهداف أخرى بما فيها أهداف قبلية وربما أهداف مناطقية إن صح التعبير. فقراءتك لهذا التصريح الإيراني؟ تحية طيبة لك وللضيوف الكرام. بالنسبة للتصريح الإيراني، أعتقد أنه موجه في المقام الأول يعني للقوى العالمية بأن نحن باقون في اليمن وأن نحن لدينا عدة خيارات، وهناك خيار قد يكون احتياطي في اليمن. ولا ننسى أن هذا الأمر طرح بعدما أرسل ما يسمى بسفير، وهو في الأصل هو مشرف على هذه الجماعة لليمن، يعني هذه رسالة بأن نحن متواجدون في اليمن ولا يمكن أن نفرط، وأن مسارنا قائم ولن نتراجع عنه، وجميع ما يحصل يعني في وجهة نظري من مرونة من قبل النظام الإيراني أو تصريحات فيها مرونة أو فيها دعوة إلى السلام، نعتقد فقط أنها للحفاظ على المكتسبات السابقة، ولكنهم ماضون قدما فيما يحصل في اليمن، سواء في دعم الميليشيا الحوثية، وأنا ضد حتى كلمة دعم لأنه هو دعم، ولكن الميليشيا هي أداة تنفيذية لهم. الحاكم الحقيقي في المناطق المسيطرة عليها هذه الجماعة هو الحرس الثوري الإيراني، والجميع يعرف هذا الأمر جيدا. عندما يأتي رجل بمسمى سفير، ماذا يحمل في حقيبته؟ نحن نعلم في فضاء السياسة أن سفير هناك تعامل اقتصادي، هناك تعامل ثقافي، هناك يعني مثلا زيارات متبادلة بين الشعبين للدولتين. ماذا يحمل هذا السفير؟ لا يوجد أي من هذه الأمور، فبماذا تحمل كلمة سفير؟ إذن هذا الأمر هو مشرف فقط على هذه الجماعة لاستمرارها في قتل اليمنيين والإضرار باليمن ومقدراته وثرواته وشعبه، وأيضا أذية الدول المجاورة والمشاطئة للبحر الأحمر، سواء في البحر الأحمر أو حتى في المناوشات مع هذه الدول، سواء سابقا أو قد يكون مستقبلا. الذي يحصل اليوم يعني نراه يعني بشكل كامل، والذي كانوا يؤيدون الحوثي في قصفه أو فيما يتبناه أنه قصف إسرائيل، أنا أعتقد أن هناك الكثيرين يعني باتوا يعلمون جيدا أن هذه ليست إلا فقط لدغدغة المشاعر والعواطف بعض الشعوب والعوام العرب، ولكن الذي يحصل اليوم إثبات كامل بأن هذه الميليشيا تنفذ أجندات، سواء هي أو الميليشيات الإيرانية الأخرى تنفذ أجندات للاستراتيجية السياسة الإيرانية. والدليل على هذا الأمر أن عندما قصفت إسرائيل ميناء الحديدة لم تأبه الميليشيا الحوثية بهذا الأمر، لأن اليمن ومقدراته ومقراته ليست من أولويات هذه الميليشيا. ولكن عندما دك النظام الصهيوني القاعدة في مصياف ومركز البحوث وأنزل قوات من النخبة واعتقلت بعض من الخبراء الإيرانيين، رأينا الميليشيا الحوثية تتبنى هذه العملية. أنا أقول تتبنى وأنا لا أعتقد أنها قامت بالقصف، ولكنها تتبنى، والذي يتبنى دائما يعني هو يتحمل تبعات هذه الضربة. إذن أنت عندما تقوم بقصف دولة كمثلا أو كيان كإسرائيل مدعوم دوليا ويحمل يعني أسلحة نووية ولديه قوة عسكرية هائلة، ماذا لديك؟ ما هي سياسة الردع لديك؟ ماذا ستردع هذا القوة الغاشمة الإرهابية الصهيونية عندما تقصف يعني اليمن بحجة أن الحوثي ضرب اليمن؟ ليس لديك شيء. نعم. إذن فأنت تقوم بأمور فقط لتنفيذ الاستراتيجية الإيرانية، أما اليمن وشعبه والدولة وسيادتها ومقدراتها ليست على الإطلاق في يعني في أجندة الانقلابيون. ولكن دائما النظام الإيراني وعندما يزرع ميليشيات سواء في اليمن سواء في لبنان سواء في سوريا سواء في العراق، نرى دائما أنه يجعل من هذه الأراضي التي تسيطر عليها الميليشيات أراضي يعني محروقة، ودول محروقة يعني دول متدمرة في بنيتها، دول يعني متدنية في اقتصادها في تعليمها. فالنظام الإيراني لا يعيش إلا في هذه البيئة، في هذه البيئة المتدنية من التعليم والاقتصاد. اليوم الذي يحصل، أنا من وجهة نظري أن الشعوب العربية هناك جزء كبير وشرائح كبيرة باتت تفهم أن هذه الميليشيات والأحزاب لا يعني لا
ليست فلسطين أو غزة من أولوياتها، بل أن فلسطين وغزة كانت أحد ضحايا هذه الاستراتيجية الإيرانية الصهيونية. واليوم باتوا يعلمون أن ما تفعل هذه الميليشيات فقط لعكس المكاسب السياسية والاقتصادية للنظام الإيراني كما رأينا سابقا وكما نعم. نرى اليوم.